أهلا بكم من جديد. رصد مجلس التهدئة المحلي في محافظة مأرب 58 خرقا لميليشيا الحوثيين والمخلوع الإنقلابية مع استمرارها في إعاقة لجان التهدئة في جبهات القتال. وأفاد المجلس في تقريره بأن الميليشيا استمرت في انتهاك اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة ولم تلتزم بها منذ الإعلان عنها إلى اليوم، موضحا أن الخروقات استهدفت مناطق نهم وحريب وصرواح والمخدرة وهيلان والمسجح والعيدية وبيحان، واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأوضح التقرير أن الإنقلابيين يواصلون إعاقة حركة خطوط المسافرين في الطريق الوحيد الرابط بين صنعاء والبيضاء وذمار ومأرب، ويقومون باختطاف مواطنين على ذمة هوياتهم. وذكر المجلس أن الميليشيا لا تزال تصادر وتنهب رواتب أفراد وضباط المنطقة العسكرية الثالثة، وكذا الموازنات التشغيلية للمكاتب التنفيذية في مأرب ونهبها لما يسمى المجهود الحربي، بالإضافة إلى أنها ترفض تسليم المواد الإيوائية الخاصة بالنازحين والتي ما تزال موجودة في وزارة الداخلية المسيطر عليها من قبلهم. وأشار التقرير إلى أن الإنقلابيين يرفضون تسليم خرائط الألغام التي زرعوها في محافظة مأرب وفينا، والتي تتسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين الساكنين في تلك المناطق، كما منعت الفرق الهندسية من إصلاح أبراج الكهرباء في المناطق القريبة منه التي ترفض الميليشيا إصلاحها. مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف وليد الراجحي، رئيس مركز سبأ الإعلامي. مرحبا فيك سيد وليد. أهلا بك وبأستاذ المشاهدين. إذن نتحدث عن هذا التقرير الذي أصدره مجلس التهدئة المحلي في محافظة مأرب، ما أبرز ما حمله هذا التقرير؟ نعم، بالنسبة لأبرز الخروقات، أو لم تلتزم هذه الميليشيا بأي اتفاقات سواء قبل التهدئة أو إعلان التهدئة في 10 إبريل الماضي، أو في اتفاقات سابقة أو في اتفاقات لاحقة، ولعل مشاورات الكويت وفشلها او طريقه فشلها من قبل هذه الميليشيا يؤكد بصوره جليه انها لا تلتزم باي اتفاق. نعم. حقيقه الامر او ما يدور في او حقيقه هذه الخروقات، الخروقات مستمره في مختلف الجبهات سواء في جبهه نهم او في صرواح او في شبوه او في الحدود الجنوبيه بين مأرب والبيضاء في منطقه العبديه. هذه الخروقات مستمره بالاضافه الى استهداف ابراج استهداف او منع الفرق الهندسيه المكلفه باصلاح ابراج الكهرباء، استهدفتهم في الاشهر الماضيه بعد عمليه تحرير البدعان. انطلقت هذه الفرق الهندسيه للاصلاح واستهدفتهم هذه الميليشيا بالكاتوشا. ايضا استهدفت الاحياء السكنيه بالصواريخ البالستيه وكذلك بصواريخ الكاتوشا. الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه، مصادر في الجيش الوطني وفي المقاومه الشعبيه يؤكدون ان الجيش الوطني والمقاومه فقدوا كثير من القيادات وافراد الجيش الوطني خلال هذه التهدئه، لأنهم ملتزمين أخلاقيا بالتهدئة، لكن هذه الميليشيا لم تتفق أو لم تلتزم بهذه التهدئة على الإطلاق. لكن هل ما زالت هذه التهدئة سيد وليد، هل ما زالت هذه التهدئة موجودة حتى الآن بعد هذه الخروقات؟ بالنسبة للتهدئة والحديث عن التهدئة في ظل العمليات العسكرية اليومية التي سواء تحاول الميليشيا اختراق جبهات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه كما حدث بالامس في جبهه هيلان وكذلك في المخدره، لا يمكن ان نتحدث عن التهدئه. بالنسبه صحيح ان الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه ملتزمين الى بهذه التهدئه، لكن لا تزال هذه الميليشيا او في الاصل مستمره في عمليه الخروق ومحاوله اختراق جبهات القتال للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. بالنسبة للتهدئة هي مسمى فقط، أما على الأرض أرادت هذه الميليشيا أن تحقق مكاسب على الأرض كما هو معهود، بالإضافة إلى استجابة
تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال، محاولة إعادة التموضع، ومنها الانطلاق نحو تحقيق أهداف جديدة على الأرض. لكن كل هذا لم يتحقق رغم التعزيزات العسكرية الكبيرة التي وصلت، وكذلك المقاتلين من عناصر هذه الميليشيا، لكن لم تحقق هذه الميليشيا أي تقدم واختراق في جبهات القتال، بل كل يوم هي تزق بالأطفال والرجال وأبناء الشعب اليمني المغرر بهم، تزق بهم إلى الجبهات يوميا قتلى وجرحى من المغرر بهم من الأطفال وغيرهم في جبهات القتال. طيب وليد، نعم هذه الميليشيا التقرير، نعم موضوع آخر يتعلق بالألغام. التقرير تحدث بأن الحوثيين لا زالوا حتى الآن يرفضون تسليم خرائط الألغام. كيف تتعامل حاليا قوات الجيش الوطني مع هذه الألغام؟ صحيح، بالنسبة للألغام بحسب آخر تصريح لقيادة المنطقة العسكرية 35,000 لغم ما تم انتزاعه من مناطق الصراع والمناطق المحررة، ولم تلتزم هذه الميليشيا أخلاقيا بتسليم خارطة الألغام التي زرعتها في هذه المناطق المحررة. يتم التعامل عن طريق الفرق الهندسية التابعة لشعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الثالثة، وتتحرك أحيانا قد تحدث عمليات إصابة مواطنين نتيجة انفجار ألغام، تتحرك هذه الفرق الهندسية إلى كثير من المناطق لعملية نزع هذه الألغام بشكل عام. لكن الميليشيا لم تلتزم، لم تقدم كما هو معهود أنه نهاية أي صراع يفضي إلى تسليم خرائط الألغام، لكن هذه الميليشيا لم تقدم، لا تلتزم بأي أبجديات من هذه الاتفاقات أو المسؤولية الأخلاقية. أحد الخروقات الأخرى التي ذكرها أيضا التقرير، ذكر بأن الخطوط والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، أي بمعنى أن المسافرين الذين يسافرون عبر هذه الخطوط يتم اختطافهم وابتزازهم ونهبهم أيضا من قبل هذه الميليشيا. ما الذي يجري في هذه الخطوط تحديدا؟ بالنسبة لي الآن خط بالنسبة الطريق إلى مأرب أو إلى المحافظات الأخرى، شريان الحياة يمثل خط مأرب البيضاء، مأرب البيضاء دمار، هذا أو هذه الخطوط يتم اختطاف العشرات، ولعل قناتهم قناة المسيرة تعترف يوميا بطريقة بشكل آخر عن اختطافات يومية تمارسها على المواطنين والمسافرين من الرجال من النساء، هؤلاء أو خلال عملية التقطعات والاختطافات للناس لا يفرقوا بين رجل وامرأة، بين رجل وطفل، ولهذا نجد أن عملية الاختطافات مستمرة من الطرقات. هناك كثير ممن استطاعوا الإفلات من يد هذه الميليشيا بعد أسبوعين أو ثلاثة، تصل إلى شهر إلى شهرين من عملية الاحتجاز في أماكن لا تصلح غير صالحة للحياة في ظل الظروف الجوية أو الطبيعة، الطقس لا يسمح بأن تحتجز بها أي كائن حي، واستخدمتها الميليشيا لحجز العشرات، بعضهم أمراض أرادوا الخروج من المحافظات الأخرى لتلقي العلاج في مأرب، في سيئون، في مناطق أخرى احتجزتهم هذه الميليشيا على الخطوط. هناك ممارسات كبيرة جدا تمارسها هذه الميليشيا، لا تفرق بين صغير وكبير، مريض، صاحب عمل، الجميع طالما أنه متجه إلى مأرب يعتبر في طائلة الاتهام والاستهداف من قبل هذه الميليشيا. في التقرير أيضا تحدث المجلس، قال بأن الحوثيين أيضا ينهبون رواتب أفراد وضباط المنطقة العسكرية الثالثة، وأيضا الموازنات التشغيلية للمكاتب التنفيذية في مأرب. كيف تتم هذه العملية؟ كيف يقومون بنهبها؟ أعتقد منذ الانقلاب على السلطة في 21 سبتمبر اليوم الأسود بالنسبة لليمنيين، من خلال بعدها تقريبا بشهر أو شهرين أوقفت هذه الميليشيا مخصصات الجنود والضباط المنطقة العسكرية بشكل عام، بالإضافة إلى اعتمادات المكاتب التنفيذية. ومع هذا تحملت السلطة المحلية والقيادة العسكرية عبء كبير في قضية حل مثل هذه الإشكالات، رغم أن محافظة مأرب
لا زالت صادراتها اليوميه تتدفق الى الشعب اليمني. تتحدث السلطه المحليه عن مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، رغم انها تدرك ان اول هذه الصادرات تستفيد منها الميليشيا، لكن اكدت انه لا يمكن الجمع على اليمنيين بين سطوه الميليشيا وكذلك انعدام مثل هذه الصادرات من النفط والغاز. تتدفق يوميا قاطرات الغاز، تتدفق يوميا الموارد الاقتصاديه التي ترفد خزينه الدوله المسيطر عليها من قبل هذه الميليشيا، لكن هذه الميليشيا لا تقيم لكل هذه الاعتبارات اي قيمه، ولا تضع المواطن اليمني في اي ميزان، فقط هي تستخدمه اداه حربيه للقتال لتحقيق مطامعها فقط، دون الالتزام باي مسؤوليه اخلاقيه او سياسيه تجاه هذا الشعب. اذا اشكرك جزيل الشكر رئيس مركز سبأ الإعلامي وليد الراجحي، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من استوديو المنتصف، إلى اللقاء.